السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي طلبة أولى إعدادي في فيديو جديد من فيديوز شرح منهج أولى إعدادي على قناة شوية إنجليزي. معكم الآن مس هند ربيع. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن ليسونز 3 أند 4، الدرسين 3 و 4. إحنا دلوقتي في منتصف المنهج بالظبط، إحنا في الوحدة الثالثة. فيلا شد حيلك كده معايا، وعايزك تكون مركز وفايق ورايق وأنت بتسمع الفيديوز دي، بحيث إن أنت الفيديو يدخل دماغك من اول شرح، او انك تفهمه من اول مره، ما تقعدش تضيع في وقتك وتسمع مره واتنين، او ان بمعنى تاني الفيديو هيكون موجود عندك على القناه اي وقت انت محتاجه او حاسس انك ما فهمتش من اول مره ترجع تعيده تاني، مش مجرد ان هي حصه اتشرحت وخلاص وخلصت وانتهى. طيب قبل ما نبدا كده ونتوكل على الله، لو انت اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وشير القناه على كل اصحابك ودفعتك، ومستنيه منكم كومنتس باي حاجه انت محتاجينها. عم موفق باذن الله لطلبه الصف الاول الاعدادي. يلا كده قلمك بقى وكتابك معايا، ويلا نشرح ليسونز 3 اند 4. اول حاجه باخدها انا بتكلم فيها عن الفوكابولري، الكلمات الاساسيه والرئيسيه. بيبدا يديني هو الكي فوكاب، الكلمات الاساسيه والرئيسيه. تعال اقرا كده ورايا واحده واحده. children's story، children's story قصه اطفال. خلي بالك ابوستروف اس ديت ابوستروف اس الملكيه، بتاتي هنا ليه؟ بتاتي هنا عشان تدل ان الستوري القصه ديت ملك مين؟ ملك الاطفال او تخص الاطفال، بنقول عليها ابوستروف اس الملكيه. children's story. بعد كده عندي كلمه angry، angry يعني غاضب، دي صفه. painting الرسم بالفرشاة او بالتلوين او بالقلم، اي حاجه انت تحط ايدك فيها يبقى دي painting. بعد كده scary مرعب ومخيف، scary adjective. brave شجاع، brave بيساوي كلمه hero، brave شجاع. strange غريب، strange غريب. block post منشور مدونه، منشور على المدونه. بلوك بلوست، بلوك بوست، بلوك بوست. كاركتر شخصيه، كاركتر. دروينج الرسم، خلي بالك ما بين دروينج وبينتينج، دروينج الرسم. طيب جس يخمن، ده فيرب وفيرب منتظم. ادفنجر، ادفنجر مغامره. ووندرلاند ارض العجائب، ووندرلاند، ووندرلاند. طيب بينت يعني يدهن ويرسم او يلون، ديت الفيرب من بينتينج اللي هو الرسم. frightened خائفة مرعب، frightened. sensible عاقل وحكيم، sensible عاقل وحكيم. هقرأهم بدون ترجمة تاني. children's story، angry، painting، scary، brave، strange، blog post، character، drawing، guess، adventure، wonderland، paint، frightened و sensible. خلي بالك frightened هنا جي اتش silent، ويجي بعد كده sensible. الكلمات دي تحفظ كويس جدا. كمل معايا، تعال بقى ندخل على كلمات lessons. learning تعلم، learning التعلم. regularly بانتظام، regularly بانتظام. online متصل بالانترنت، ويبقى عكسها offline. خلي بالك ان online ظرف وصفة. diary مفكرة يومية، خلي بالك ما بين كلمة diary والdaily، لا يلبخك فيهم. diary مفكرة يومية. clear واضح، clear. website يعني موقع الانترنت، website، website. يبقى learning، regularly، online، diary، clear، website. نكمل باقي الكلمات. simple، simple بسيط. hearts قلوب، hearts. meaning المعنى، meaning المعنى. كلمة main أساسي ورئيسي، main. check يتحقق أو يفحص، يتحقق من شيء أو يفحص اللي هو إيه؟ يكشف يعني، يعني شخص يعني دكتور هيكشف على شخص، فيبقى هو ده الفعل check. وطبعا verb regular منتظم، فبالتالي وأضيف له إيه دي في تصريفاته. check checked. laugh يضحك، وطبعا ده verb منتظم laugh. shout shout يصرخ او يصيح، وطبعا الاثنين منتظمين. true story قصة حقيقية، true story. ويبقى عكسها مثلا false story قصة كاذبة او هكذا. كلمة decisions قرارات، decisions قرارات. notebook دفتر وكراس. المفروض قبل ما تكمل باقي الفيديو stop the video وتحفظ كلماتك الاول. هل هتفرق يا مس ان انا احفظ الكلمات قبل ما اكمل الدرس؟ هتفرق معاك بنسبة مش اقل من 80% في باقي الدرس. عايز اقول لك انك لو حفظت الكلمات الاول هتاخد باقي الدرس بسهولة وسلاسة، ومش هتلاقي فيه اي صعوبة. احفظ كلماتك وتعالى كمل باقي معايا الدرس. يعني المفروض انك stop the video now and restart again بعد ما تدرس الكلمات دي وتحفظ. تعالى شوف conjunction او regular verbs الافعال غير منتظمة. swim، swam، swam، swim، swam، swam. begin، began، begun. begin، began، begun. understand، understood، understood. understand، understood، understood.
بعد كده هشوف ال words and opposites الكلمة والعكس بتاعها. brave عكسها coward, coward, brave, coward, true, false, true, false, able, unable, able, unable. تعالى كده نشوف الديفينيشنز. عندي كلمة angry يعني ايه غاضب. انت لو حافظها فوق قبل ما تنزل معايا فهتلاقي ان كلمة angry معناها very cross غاضب جدا او very angry غاضب او very sad حزين جدا وغاضب. كلمة brave يعني شجاع. قال لي not easily frightened مش هتبقى خايف كده بسهولة, يبقى not easily frightened هتبقى لست خائف بسهولة. كلمة blog كلمة حلوة او جميلة واتمنى انك تحفظها. كلمة blog دي هو الويب سايت. Is the website on which someone writes regularly. It is like an online diary. هي بتشبه المفكرة اللي موجودة على الانترنت. هيبقى موقع او هيبقى مدونة على الانترنت بينزل عليها articles او بينزل عليها writes كتابات بانتظام. زي بالظبط البلوج على الانترنت زي الصحيفة او زي الجرايد اللي بنشتريها. يبقى هي كلمة بلوج معناها مدونة على الانترنت. كاركتر شخصية. A person in a book or a film. هو شخصية يا اما في كتاب يا اما في فيلم. كاركتر شخصية في فيلم او في كتاب. كلمة clever. clever clever يعني ماهر. يبقى good at هو جيد في learning في تعلم شيء ما, يا اما تعلم مادة ما يا اما تعلم skill مهارة ما وهكذا. يبقى كلمة clever معناها ماهر. late معناها متأخر. arriving after the correct time انت جيت بعد ما الوقت المفروض انك تحضر فيه خلاص خلص. يبقى arriving after the correct time جه بعد ما الوقت خلاص انتهى. كلمة scary مخيف. طبعا هيبقى كلمة scary عكسها كلمة brave واحنا خدناها فوق. مثلا كلمة brave يبقى عكسها scary او scary. something that makes you feel frightened حاجة هتجعلك انك تشعر بالايه frightened بالخوف. كلمة sensible. sensible يعني عاقل وحكيم. thinking هنفكر carefully بحرص. so that you do the right thing وانت بتعمل الشيء الصح. يبقى thinking carefully هتفكر بشكل صحيح. so that you do the right thing وانت بتعمل الشيء الصح. كلمة twice يعني مرتين معناها two times. twice two times. third three times. third three times. fourth four times. fourth four times. عندي fifth فيبقى five times. fifth five times. وكلمة once يبقى one time. يبقى من أول one لحد five. once twice third fourth fifth. ومع كل رقم حط العدد بتاعه واكتب جنبها كلمة times. ايه طيب كمل معايا كده يلا. تعال نشوف all about me. شخص هو بيتكلم عن نفسه من خلال الصورة كده هنعرف هو بيلعب رياضة ايه وهكذا. تعالى كده نقرأ البراف ده مع بعض ونشرحه. ده هيكون موجود في In Lesson 3 في الدرس الثالث Student Book كتاب الطالب Page 26 صفحة 26. All about me كل حاجة عني. فبيقول Hi my name is Yunis. اسمي يونس. I have got short dark curly hair. عندي شعر مجعد واسود وقصير. I live in Alexandria أنا عايش في الإسكندرية with my mom مع مامته. عندي dad وبابا. عندي two brothers ومعاه كمان أخين يعني يونس وكمان أخين ووالده ووالدته. My favorite school subject is history. المادة المفضلة بتاعته بتكون إيه؟ الهيستوري التاريخ. I love learning about the past أنا بحب أتعلم عن كل حاجة تخص الماضي. I like maths بحب الرياضيات and science والعلوم أيضا يعني بحب كده history مادته المفضلة وبيحب maths وبيحب science. I don't like art ما بحبش الرسم because I'm not very good at drawing or painting لأن أنا مش كويس أو مش 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 ماهر مش شاطر في لا في الدروينج ولا في البينتينج. I often play sports after school بلعب رياضة بعد المدرسة. My favorite sport is basketball رياضة المفضلة is basketball اللي هي الكرة ديت كرة السلة ديت. بعد كده بيقول I am good at it because I am tall أنا كويس فيها لأن أنا طويل and I can jump high وبيقدر يقفز فين في الأعلى كده. I like swimming too بيحب السباحة أيضا. I go swimming twice a week بيروح السباحة دي مرتين في الأسبوع. At home في المنزل. I like reading بحب القراءة and playing video games ويلعب ألعاب فيديو. I don't like watching TV ما بحبش اتفرج على التلفزيون. I think it's boring بحس إن هو ممل مفيش فيه فايدة كده. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للبراجراف بتاع All About Me النص بتاع reading. تعال انزل تحت كده على نص listening. Our lesson 3 sent book page 27. Girl 1 و girl 2. Girl 1 بتقولها let's play game. خلي بالك let's معناها هيا بنا. بيجي بعدها ايه؟ مصدر الفعل. يبقى let's play game. ينفع اقول let's playing a game. لا غلط. ولكن هقول let's play a game. يلا نلعب. Let's watch TV. يلا نشاهد التلفزيون. Let's visit our aunt. يلا نزور عمنا.
او زور خالتنا او هكذا. I am looking at a girl who is it. بتقول لها لسه بلاي جير، يلا نلعب لعبة مع بعض. I am looking at a girl، انا بنظر على بنت. Who is it، هي مين؟ فالبنت التانية بتقول لها does he like watching TV، هل البنت اللي انت بتبص عليها دي بتشوف التلفزيون؟ Girl one قالت لها no she doesn't، لا. قالت لها does she like swimming، هل هي بتحب السباحة؟ قالت لها yes she does. فقالت لها it's نوها، يبقى هي كده نوها. good احسنتي. اوكي نمبر 2 هو از ات، يلا رقم 2 مين انا ببص على مين او بفكر في مين؟ فالبنت الثانيه بتقول لها دو شي لايك سويمينج، هل هي بتحب السباحه؟ قالت لها يس شي داز شي لاف سويمينج، هي بتحب السباحه. سالتها كمان سؤال، قالت لها داز شي لايك بلاينج، هل هي بتحب باسكتبول؟ البنت قالت لها نو هي شي دازنت، لا ما بتحبش الباسكتبول. قالت لها يبقى دي مين؟ اتس دينا. قالت لها ويل دان احسنتي. 3 يلا على رقم 3 عيد البت دينا. تعال نشوف رقم 3، بتقول لها does she like watching TV، هل هي بتحب تشاهد التلفزيون؟ قالت لها yes she does. طب مين بيحب يشاهد التلفزيون؟ ايمان، يبقى دي ايمان هي. it's ايمان، هل هي ايمان؟ قالت لها no it isn't، لا مش ايمان. طب قالت لها طب does she like basketball، هي بتحب it's إيمان، إيمان. قالت لها no it isn't، لا مش إيمان. طب قالت لها does she like basketball، هي بتحب الباسكتبول؟ قالت لها yes she does. قالت لها it's مايا، يبقى هي مايا. قالت لها yes فعلا. okay so the last one loves painting، آخر واحدة بتحب الرسم. she likes watching TV، بتحب تشوف التلفزيون، تشوف التلفزيون. and she doesn't like playing basketball، ما بتحبش تلعب باسكتبول، يبقى دي مين؟ يبقى دي إيمان. يتقول لها yes again، نعم. كده خلصنا الكونفرسيشن ديت. تعالى بقى نشوف ايه الياس ادفنتشرز، مغامرات الياس ان واندرلاند، في عجائب الدنيا، باي لويس كارول. تعالى نقرا كده. الياس ادفنتشرز ان واندرلاند از ا فيموس تشيلدرنز ستوري. ايه عندنا بنت اسمها الياس لها مغامرات في عجائب الدنيا، واندرلاند عجائب الارض او عجائب الدنيا. القصة دي مشهورة جدا، هي قصة أطفال، يعني قصص من قصص الأطفال children's story، ومشهورة جدا. Alice's adventures begins when she goes to Wonderland. Alice thinks the Wonderland is interesting. بنقولك المغامرات بتاعتها بدأت لما هي goes to Wonderland، راحت إلى أرض العجائب أو أرض العجائب. Alice thinks that بتعتقد إن the Wonderland أرض العجائب دي is interesting، شيقة. But it is a strange place، ولكنه مكان ايه؟ غريب. She is a sensible girl، دي بنت sensible، عائلة وحكيمة. But she doesn't understand Wonderland، ولكنها ما قدرتش تفهم أرض العجائب. Alice is also أيضا هي بتكون brave، شجاعة، and clever، وماهرة. She meets a lot of interesting characters، قابلت شخصيات كتيرة رائعة. Alice often sees the white rabbit، شافت الأرنب الأبيض. The white rabbit is pretty busy، كان مشغول. And he is usually very late، وكان دايما متأخر. He always runs fast، كان دايما بيجري سريع. طيب تعالى كده نكمل مع بعض، دي مغامرات قصة كده من قصص الأطفال. بعد ما إلياس دي شافت الوايت رابت الأرنب الأبيض، شافت إيه تاني؟ شافت تشاتشر كات، قطة التشاتشر. is a funny animal، ده هي حيوان فاني مرح. he has got a big smile، عندها ضحكة كبيرة أهية. and he is very friendly، ودودة جدا وأليفة. she tells، هي أخبرت tells إلياس، أخبرت إلياس about wonderland، عن أرض العجائب. and helps her، وساعدتها to find different places، انها تجد اماكن مختلفة. and characters، وشخصيات مختلفة. بعد كده ندخل على الحاجة التالتة اللي هي شافتها في ارض العجائب. the queen of hearts، ملكة القلوب. is not very nice، ليست جميلة. she is a scary person، ده شخصية مخيفة. she is also، دايما وهي angry، غاضبة. she has shouts at people، دايما بتصرخ وبتزعق للناس. Alice is brave، البنت Alice دي كانت شجاعة. so عشان كده she is not frightened، ما كانتش خايفة of her منها. at the end of the story، في نهاية القصة all the characters، كل الشخصيات helps Alice، كانوا بيساعدوا Alice. she
so she can go home again. عشان كده قدرت ترجع بيتها تاني. تعال نشوف بقى ال lesson on lesson 3 workbook page 88 في 88. What's your favorite subject؟ واحد بيسأل كده بيقول ايه هي مادتك المفضلة. ففي بنت ردت بتقول my name is رحمة، اسمي رحمة. My favorite subject at school is science. مادتي المفضلة في المدرسة أو المواد المدرسية بتكون science، العلوم. I love learning about how things work. أنا بحب أتعلم إزاي الأشياء دي بتعمل. I like doing maths. بحب أشتغل في الرياضيات. أيضا I'm quite good at maths. أنا إلى حد ما جيدة في الرياضيات. يبقى هي مادتها المفضلة فين؟ science. وهي جيدة فين؟ في الماس. تعال نشوف. Which sport do you like؟ إيه الرياضة أنت بتحبيها؟ قالت له I quite like doing sport. My favorite sport is tennis. رياضتي المفضلة كرة التنس. I like playing it with my friends. بحب ألعبها مع أصدقائي. But I am very not good at. ولكن أنا مش جيدة فيها. What do you do in the evening؟ بتعملي إيه في المساء؟ I usually go home after school. أنا عادة كده بروح المدرسة بعد أو بعد ما برجع من المدرسة. I don't like playing computer games after I do my homework. I like reading a book. ما بحبش ألعب computer games بعد ما بخلص الواجب بتاعي. I read a book. بقرأ الكتاب. I like writing stories. بحب كتابة القصص. أيضا دي واحدة اسمها رحمة بتقول لنا ايه عن مادتها المفضلة ورياضتها وبتعمل ايه in the evening في المساء. تعال نشوف بقى general notes كده. اول حاجة معايا بيقولي كلمة because. كلمة because دي معناها لأن، بتربط السبب بالنتيجة. يعني كلمة because بيجي بعدها جملة، الجملة دي مقارنة من فعل وفعل. طب تعالى كده مع بعض نشوف. بقولك أحمد is good at basketball. الواد أحمد كويس في الباسكتبول. because لأن ايه؟ he is tall. هو طويل and fast. يبقى هي بتربط ايه؟ بتربط السبب بالنتيجة. فين السبب؟ ان هو جيد مثلا في الباسكتبول. فين النتيجة؟ او لا، هو ايه السبب؟ ان هو طويل وفاست. طب ايه اللي ترتب على كده؟ ايه النتيجة؟ ان هو بقى كويس في الباسكتبول. يبقى because يجي بعدها هنا السبب، لكن يجي هنا ليه النتيجة. كلمة another و other. كلمة another لازم يجي بعدها اسم مفرد. لما اقولك I can see another boy، انا شفت ولد اخر، يبقى كلمة another معناها اخر ويجي بعدها اسم مفرد. تاني كده، كلمة another معناها اخر ويجي بعدها اسم مفرد. طيب كلمة other، قالت كلمة other معناها اخرون ويجي بعدها اسم جمع. I can see other boys، انا شفت اطفال اخرون. يبقى تاني كده يا شباب، تاني كده طلبة اولى اعدادي، مركز كده وفايق معايا. كلمة another يجي بعدها اسم مفرد ومعناها اخر. هقول another boy، هقول another girl، another student، another bag، another book. لكن كلمة other هيجي بعدها اسم جمع، فهقول لك other boys، other girls، وهقول other books، other laptops، other mobiles. يبقى لازم يجي بعدها اسم ايه؟ اسم جمع. كلمة to معناها ايضا. يعني انا بحب swimming واخويا ايضا، يعني طب اخويا بيحب السويمينج وانا ايضا. فكلمة ايضا دي تيجي في نهاية الجملة بتدل على اتفاق الجملتين اللي قبلها مع بعض. My brother likes swimming. بيحب السباحة. I like swimming. انا بحب السباحة ايضا. كلمة interesting و interested. كلمة interesting اللي اخرها ing معناها شيء او شيق او رائع، ودي بتيجي لوصف الاشياء ووصف الاشخاص. لكن كلمة interested in معناها مهتم بي، وبيجي بعدها حرف الجر in. فتعال نشوف كده كلمة interesting. لما اقول لك she meets، هي قبل a lot of interesting characters، شخصيات، العديد من الشخصيات الايه؟ الرائعة. طب المثال اللي بعده she thinks that، هي بتعتقد ان wonderland، الحياة البرية، is interesting، شيقة ومثيرة. يبقى انا عندي كده كلمة interesting كصفة بتصف اشخاص وبتصف اشياء. بعد كده كلمة interested صفة، قال لي بيجي بعدها حرف الجر on، ودي بمهتم معناها مهتم بي، ويتبعها حرف الجر in. نتبعها حرف الجر ان، ويجي بعد الان دي اما نون يا اما فيرب مضاف له اي ان جي. شي از انترستد ان، هي مهتميه بالايه؟ بالهيستوري، التاريخ. شي انترستد ان، هي مهتميه بايه؟ ريدنج نوفلز، قراءه روايات. طيب بعد كده رقم 5 بيقول لي كلمه هيلب. هيلب لازم يجي بعدها مفعول به. طيب هيلب مفعول به، وبعد كده مصدر ايه؟ متون مصدر. ازاي مس مش فاهمه؟ هديك انا المثال. لما اقول لك وي هيلب ذا بور بيبل، احنا بنساعد مين؟ الناس الفقيره. فين الفعل؟ ادا هيلب. طب انت بتساعد مين؟ البور بيبول. مين البور بيبول دول؟ دول هنا المفعول. قال لي يا اما اقول ليف يا اما اقول تو ليف. هقولها تاني بالمثال. وي هيلب، احنا بنساعد، ذا بور بيبول، الناس الفقيره. ممكن اقول ليف وممكن اقول تو ليف ا هابي لايف. طب تعالى كده معايا. لو انا قلت لك وي ده الفعل او سبجكت الجمله،
هيلب ده الفعل اللي احنا قلنا عليه. طيب فين بقى المفعول به اللي هما البور بيبول؟ احنا بنساعد، طب بنساعد مين؟ بنساعد البور بيبول، يبقى هو ده المفعول به. قال لي في عندك حاجتين، يا اما يجي بعدها مصدر يا اما يجي بعدها تو المصدر. تاني كده، يا اما يجي بعدها مصدر يا اما تو المصدر. فهقول لك ليف او هقول لك تو ليف، الجملتين او الاختيارين صح. تعالى كده نشوف الامبورتنت اكسبريشنز اوف بريبوزيشنز. عندي الفعل ليف، قال لي الفعل ليف لو انا هعيش مع اشخاص فليف ويز. اديني مثال، هقول لك اي ليف ويز ماي داد اند اي ليف ويز ماي داد اند ماي مام. يبقى كلمه ويز دي يجي معاها ايه؟ شخص. لكن كلمه ان يجي بعدها مكان، اي ليف ان اليكس، اي ليف ان كايرو، اي ليف ان منصوره. يبقى كلمه ويز هيجي معاها شخص، لكن كلمه ان يجي معاها مكان. كلمه فرايتند اوف، فرايتند اوف، فرايتند اوف معناها خائف من. قال لي يا اما هيجي بعد، يجي بعدها مصدر مضاف له ان جي، يا اما ناون. طالما عندك بروبوزيشن حرف الجر اوف، يبقى اتاكد انه لازم يجي بعده يا اما فيرب مضاف له ان جي يا اما ناون. كلمه رايت ان اوردر، يكتب بالترتيب. لما اقول لك انت هتكتب ايه؟ هتكتب 1 2 3. طب خلاص رايت ان اوردر، اكتبها بالايه؟ بالترتيب. طيب اللي بعدها ليرن اباوت ذا باست، معناها يتعلم عن الماضي. فاكرين الولد اللي كان بيحب الهيستوري، التاريخ؟ ليه بقى انت بتحب التاريخ؟ قال لك because I like learning about past، انا بحب اتعلم عن الماضي، اتعلم واشوف الماضي. كلمة do art معناها يقوم بالرسم، do art يقوم بالرسم. has no time ده معناه انه ما عندوش ايه؟ وقت. طب has time يبقى عنده وقت. طب has no time ليس لديه وقت. get angry يغضب، خلي بالك ان angry يجي معاه حرف الجر get، get angry يغضب. at the end of معناها في نهاية، at the end of. at the end of، at the end of في نهاية. خلي بالك بتاخد بروبوزيشن حرف الجر at. shout at يصح فيه shout at. play تيجي مع sport، يعني كلمة sport يا اما اقول play sport يا اما اقول do a sport. twice a week مرتين في الاسبوع. do masses يحل مسائل رياضيات. make good decisions يتخذ قرارات جيدة، make good decisions يتخذ قرارات جيدة. know a lot about، know a lot about يعرف الكثير عن. feel hungry يشعر بالجوع، feel hungry. feel happy يشعر بالسعادة، يبقى انا عندي feel hungry يشعر بالجوع، ولكن feel happy يشعر بالسعادة. هسيبك بقى انك تذاكر الجزء ده وتحل عليه، ما تكملش الفيديو الا اذا انت كنت ذاكرت الجزء اللي فوق وحليت عليه، بحيث ان احنا نكمل يبقى في ثقه ما بينه وما بينك ان انت بتذاكر وتحل. تعال نشوف بقى هنا اللانجوج او الستراكشرز او الجرامر. بيقول عندي بعض الافعال يمكن ان يتبعها فيرب مضاف له ing او ناو. يعني ايه مثل الكلام اللي انت بتقولي ده؟ بص يا سيدي، احنا عندنا شويه افعال كده خدناهم في جنب، وقلنا شويه الافعال دول لو جولك في الجمله اعرف ان الفعل اللي هيجي بعدهم مضاف له ing. طب لو مفيش فعل يا مس، يبقى هيجي ناون. طب تاني، معظم الافعال لازم يجي بعدها الفيرب مضاف له ايه؟ ing او ايه او ناون. يعني يا دادا اوعى حد يتذاكى ويقول لي الاثنين، يا اما يجي بعدها فيرب مضاف له ing يا اما ناون. طب احنا خلاص كده عرفنا ان معظم الافعال بيجي بعدها فيرب مضاف له ing او بيجي بعدها ناون يا مس. قولي لي بقى ايه هما شويه الافعال دول واحده واحده كده معايا. عندي الفعل لايك يحب، وعندي برضو لاف يحب. انجوي يستمتع، بريفير يفضل، دونت لايك هي عكس لايك لا يحب. طب وهيت يكره عكس لاف. طب وديسلايك برضو يكره عكس لايك. طيب إيه عايزه ترجمهم؟ اكتب كده ورايا يلا بقلمك. لايك يحب، لايك يحب، لاف يحب برضو، لاف يحب، انجوي يستمتع، انجوي يستمتع، بريفير يفضل، بريفير يفضل، دونت لايك لا يحب، don't like لا يحب، وهيت يكره، وdislike ايضا يكره. تعال بقى شوف معايا كده الجمل. بيقول لك I like swimming، انا بحب العوم. فswimming دي ايه؟ verb مضاف له ing. They don't like watching TV، هما ما بيحبوش يشوفوا التلفزيون. يبقى watching دي ايه؟ verb مضاف له ing. طب سلمى likes masses، سلمى بتحب رياضيات. طب رياضيات دي ايه؟ تعالى كده ماشي معايا اهي، ده ايه؟ noun. يبقى رياضيات هنا noun. طب she loves learning about the past، هي بتحب تتعلم عن الماضي. فlearning هنا الverb مضاف له ing، يبقى ده ايه؟ now الverb مضاف له ing learning. طب painting الرسم، الرسم ده ايه؟ noun. يبقى she doesn't like painting. يبقى انا كده عرفت ان like love enjoy prefer don't like hate would dislike، الشويه دول بيجي بعدهم verb مضاف له ing او noun.
كمل معايا تحت. في حد كده سامعاه بيقول لي ايه الاس ديت وايه الاس دي وهنا doesn't likely. خلي بالك ان الاس دي جايه مع سالم عشان مفرد، يبقى هنا انا بتكلم عن زمن ايه، حاجه اسمها مضارع بسيط خدناه في الوحده الاولى، حاجه اسمها ايه يا شباب، مضارع بسيط بنيجي مع الضمائر اللي هي الهي والشو ات واي اسم مفرد زي سلمى او احمد او بنضيف للفعل اس اي اس اي اي اس حسب نهايه الفعل، ومع الاي والوي واليو ازاي واي اسم جمع بنجيب الفعل في المصدر. عندك اي جبنا الفعل في المصدر، عندك زي نفينا بدونت لايك، ولكن لما كانت هنا هنا يشيل نفينا بدازنت لايك. تمام، دي مراجعه بسيطه كده على المضارع البسيط. تعالى بقى لما نيجي نسال بالاستفهام باستخدام الافعال بنستخدم ايه؟ قال بتستخدم دو او داز وبعد كده فاعل، وبتجيب بقى الفعل بتاعك لايك او لاف او. فالمثال بيقول لي دو يو لايك بلاينج تنس، هل انت بتحب لعب التنس؟ فخلي بالك لايك هيجي بعدها فيرب مضاف له ان جي. ممكن اقول دو يو لايك تنس، هل انت بتحب التنس؟ واشيل خالص كلمه بلاينج دي، تنفع اه، ما هي تنس ايه اسم، ولايك يا اما يجي بعدها فيرب مضاف له ان جي يا اما يجي بعدها اسم. فهقوله يس اي دو او نو اي اي دونت. طب ممكن اسال بداز، اه تسال بداز بس مع مين؟ مع الهي والشو ات واي اسم مفرد. طب داز شي لايك بلاينج تنس، هل هي بتلعب تنس؟ يبقى يس شي داز او نو شي ايه شي داز. كمل كده معايا. لو انا بقى بيقول لي تعالى اما اقول لك حاجه حلوه، عندك زي ما احنا خدنا افعال بيجي بعدها الفيرب مضاف له اي ان جي او نون، عندي برضو بعض الصفات، ثواني كده يا مس، بعض الصفات احنا اللي اخدناهم فوق فيربس افعال، عندي هنا adjectives بعض الصفات، الصفات دي لازم يجي بعدها الفيرب مضاف له ing او يجي بعدها noun. فالفيرب مضاف له ing او يجي بعدها noun بيجي في حالتين، ايه هما؟ بعض الافعال زي like و dislike، love و hate، enjoy و prefer وكده، وبيجي بعد مع بعض الصفات. ايه هي الصفات دي؟ تلات صفات اهو. تعالى كده، good at معناها جيد فيه، good at جيد فيه، interested in مهتم بيه، interested in، وكلمة bad at سيء فيه، ما هي bad عكس good، يبقى good at جيد فيه، interested in مهتم بيه، bad at سيء فيه. تعالي كده حطي المثال، المثال معايا بيقول لي احمد is good at english، ف good at جي بعدها ايه؟ جي بعدها كلمة english، english جي امس noun. ممكن اقول احمد is good at science، good at history، social studies، arabic، science، maths، اي حاجة، فدول كلهم ايه؟ noun. طب تعالى شوف المثال اللي بعده، هدى is interested in، هدى جيدة في reading adventure stories، فكلمة interested in مهتمية فيه جي بعدها ايه؟ الفيرب مضاف له ing، فبقت ايه؟ فبقت هنا فيرب مضاف له ing. بعد ما خلصنا خلاص ان شوية الافعال بيجي بعدهم فيرب مضاف له ing او noun، وبعض الصفات بيجي بعدها فيرب مضاف له ing او noun، بيقولي لاحظ ان انت عندك like و love و prefer لو اذا سبقها would فبيجي بعدها to and must. ايه ده بقى؟ مش احنا خدنا ان لايك ولاف وبرفير دول بيقعدوا من فيرب مضاف له ان جي او ناون؟ اه، بس قال لك لو جه قبلهم كلمه وود، وود يعني اقول لك هي وود لايك، ينفع اقول درايفنج؟ لا خطا. امال هقول ايه؟ هقول هي وود لايك تو درايف. طيب هقول هي وود لاف تو تشويس، هقول هي وود لايف تو، او هي وود لايك او لاف او بريفير تو ستادي، وهكذا. يبقى تو مصدر في حاله ان الثلاث افعال دول جم سبقهم كلمه ايه؟ كلمه وود. ذاكر وحلم، حاجه بسيطه خالص على فكره، شويه الحاجات اللي احنا اخدناهم في فوق دول بصوت، ما فيش فيهم حاجه. بعد كده سكيلز كورنر، الجزء الخاص بالسكيلز، اهم حاجه عندي هي ريدنج كورنر. بيقول لي انسر سوال كويستشن، اقرا الاسئله، يعني مثلا جيف ذا مين ايديا، اديني الفكره الاساسيه. لما بنيجي نقرا مثلا قطعه ويقول لك جيف سوتبل تايتل، اديني عنوان مناسب للباسج دي. كانت هي اليس ادفنتشر، مغامرات اليس في الوندرلاند في ارض العجائب. طب ممكن يقول لك اكستراكتنج انفورميشن، استخرج معلومات، يجيب لي اسئله ويقول لي هات لي معلومات من القطع. يبقى الريدنج كورنر مهاره القراءه بتعلمك انك ازاي تقدر تجاوب على الاسئله دي بسهوله. بعد كده بندخل في رايتنج كورنر، الجزء الخاص بمهاره الكتابه، بيعلمك ازاي تكتب فقره انشائيه وازاي انك تلتزم بالزمن الواحد او تلتزم بالستراكشر او لانجويج او هكذا. بعد كده بيدخلك على الريدنج سنتنس او البيلدنج سنتنس، اربع جمل هم، اقفل الفيديو كده وحلهم، وبعد ما تحلهم ارجع اعمل ريستارت للفيديو تاني وشوف ده تحل صح ولا لا. لما اقول لك سميره از انترستد، احنا خدنا انترستد دي ايه؟ صفه بيجي مع حرف الجر ان، فاقول انترستد ان بلاينج بي، بقول انترستد ان ايتينج بيتزا، مهتم باكل الايه؟ البيتزا. طيب دو يو لايك ايه تنس؟ نو اي دونت. فخلي بالك عندك هنا لايك like. يعني ايه مس؟ يعني الفيرب بيجي هنا ايه؟ مضاف له اي ان جي، يبقى درايف إيه؟ لا بلاينج، بلاينج
يبقى playing tennis. اللي بعدها بنقول لك he a love painting، عايز اقول ان هو او ما بيحبش البينتينج، يبقى he doesn't painting. طيب lean would like، خلي بالك انت عندك هنا كلمة ايه، كلمة would، وجايب الفعل like وبعدها to، يبقى لازم ينزل هنا ايه، ينزل معايا مصدر. اكتب كده باراجراف عن your favorite story، قصتك المفضلة. ممكن نكتب باراجراف عن اليس، ممكن تكتب انت باراجراف وتتكلم فيها مثلا انك رحت مغامرة وشفت ارنب وشفت قطة وشفت مثلا كوين ملكة وشفت اشخاص وهكذا. تعال بقى انزل معايا كده على speaking corner. لو انت عايز توصف شخصية من قصة مثلا، عايز تقول ان الشخصية دي شخصية حساسة وجميلة ومش عارف ايه وكده، فبنقول بتقوم قايل هي از او شي از وبعدين تجيب صفة. ولكن لو قلت هي او شي هات بعدها فعل، طالما انت جبت هنا verb to be فالverb to be لازم يجي بعده صفة عشان هصف الشخصية دي. هقول لك مثلا اليس، البنت اليس دي كانت از ا sensible girl، انت جبت از اه يبقى تجيب بعدها صفة. but she doesn't understand، انت جبت هنا شي اه يبقى تجيب بعدها فعل. تاني كده the white rabbit، الارنب اللي كان ابيض، انت جبت كلمة از اه يبقى تجيب بعدها صفة. طب جبت هنا فاعل اه يبقى تجيب بعده فعل. كمل كده the queen of heart، اللي هي ملكة القلوب او ما او الملكة بتاعت القلوب دي، it's not very، طالما جبت is اه يبقى تجيب صفة تصف. طالما انا جبت verb to be يبقى تجيب فعل، لا هنا جبت verb to be تجيب صفة، جبت verb to be تجيب صفة. ولكن لو انت جبت فاعل يبقى لازم تجيب بعدها فعل على طول. the charger cat، القطة اللي اسمها تشايتشار ديت مالها از، طب يبقى funny animal تمام. لكن قلت هنا هي فاعل يبقى هات بقى has got، هات فعل وهكذا. حل بقى الجنرال اكسرسايز، وباذن الله على اخر النهار هنكون نزلنا لك الحل بتاعه، بس بحيث انك تكون ذاكرت يعني والدنيا تمام. واقفين عند lessons 5 and 6، ذاكر ده الاول وبعد كده راجع الحل بتاعه. كده انا خلصت، بتمنى لكم عام موفق باذن الله. كانت معكم سندرا بي على قناة شوية انجليزي، طلبة الصف الاول الاعدادي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.